كابتن محسن، ازاي بقى نبني على بطوله السوبر المصري، بطوله الانتر كونتيننتال الافرو اسيوي، ازاي نقدر نبني على ده في اللي جاي، خصوصا مع تحسن واضح جدا في الاداء؟ يعني اولا نحتفل الليله، تمام، ومن بكره يبدا الاعداد بكره اللي هو بكره، ما ينفعش بعد بكره؟ لا، من بكره. بكره ماشي. من بكره يعني اللي لاعب بيعمل ريكفرنج ومساج ويريح، واللي ما لعبش ياخد جرعه تدريبيه استعدادا للمباراه القادمه. نبدا في التحدث عن الدوري العام واهميه هذه البطوله لجماهيرنا. نعم. نبدا التحدث عن الفريق المنافس وقوة الفريق المنافس وتاريخنا معاه في المباريات كلها، كان التاريخ يعني قوي وصعب وفي ندية آخرها الماتش السوبر، وبالتالي نعم. فلا بد من الاستعداد الجيد لهذه المباراة. يعني ممكن يعني اعطاء فرصة لعناصر لم تشارك في هذه المباراة في المباراة القادمة، وإراحة هذه العناصر التي بذلت جهد مضاعف. يعني لما نيجي نتكلم من حراسة المرمى، من الشناوي اللي اليوم ملوش أي أخطاء وكان سد منيع وقائد من الخلف، أنا معجب جدا بالتفاهم اللي بين ربيعة وياسر. صحيح. مفيش أي أخطاء وفي انسجام بينهم وروح قتالية عالية جدا، والحاسة التهديفية الجديده بتاعت ربيعه دلوقتي في كل مباراه بيجيب لنا هدف، واليوم كان هيسجل هدف من احلى الاهداف. احنا عندنا صدت اليوم، عندنا هدف اليوم، عندنا نجم اليوم ما شاء الله. نعم. انا اعتبر انه عطيه الله النهارده قدم فعلا اوراق اعتماده. من الممكن ان احنا نقول احنا عندنا ظهير ايسر دلوقتي بديل جيد جدا لعلي معلول. اما بالنسبه لاكرم توفيق، انا بعتبر برضو ان هو قدم مباراه كبيره جدا في مركزه الجديد او المفضل. انا بفضل اكرم شخصيا في هذا المجال. في نص الملعب انا شايف نجم جديد صاعد بقوه اللي هو كوكا. الثقه بتزيد في كل مباراه، النهارده بنشوفه حتى بيصوب مش بس بيصنع لعب، ومع الايام هيبقى احد الركائز الاساسيه اللي اكتسبناها في هذه المباراه والمباريات السابقه. امام عاشور ابدع. صنع هدف ولا اجمل. نتمنى انه زي ما اتكلمنا في بدايه الاستوديو انا وكابتن هاني وكابتن اسامه، انه لابد ان هو يغير شويه من اسلوب لعبه، للتعاون مع المجموعه، الانطلاق والاختراق من العمق جنب راس الحربه. النهارده عمله ونجح ان هو يسجل هدف من اجمل الاهداف. مش بس عندنا في الدوري او في بطوله كبيره زي دي، يعني عامه الهدف ده على مستوى الدوريات في العالم يسجل انه هدف رائع. كل القنوات وكل المراكز، الفيفا نفسه، الفيفا نفسه بيحتفل بمثل هذه الاهداف. انا عايز اتكلم على دور الان بحسين الشحات النهارده والتزامه الدفاعي. كان عامل تعاون كبير جدا مع يحيى عطيه الله في الجبهه اليسرى، كان قافلها تماما. قدم له المساعده المطلوبه. من الناحيه الثانيه طاهر نيولوك السنه دي حلو، دي تعب على نفسه كتير. كان في سلبيات كتيرة السنة اللي فاتت، كان في عدم رضا عن مستواه، لكن السنة دي من بداية الموسم وانا قلت النهاردة او الموسم ده هو بيقدم شكل جديد ووجه جديد للمستوى اللي المفروض يكون عليه. اتكلم على مروان، دي احسن مباراة انا شفتها لمروان صراحة. من جهة صنع اللعب، من جهة التنوع، من جهة الناحية الدفاعية، من جهة قلة الفاولات اللي كان بيعملها في الاحتكاك القوي ويتحصل عليها انذارات. النهارده بشوف له حاجة جديدة، السرو باس بين اللاعبين. هو كان بيتميز باللعب العرضي اكتر. دلوقتي بقى امامي وخط. بالفعل امامي وقطري. صحيح. عمل فيه تنوع كبير جدا. وسام النهارده بذل جهد مضاعف. حارب، قاتل على كل كره، كان لماح، كان ذكي. قري فكر المدافع قبل ما يسجل الهدف واتجه الى المرمى. وعمل لمسه سحريه بتفكرني باللمسه بتاعه مباراه بيراميدز. وجه القدم الخارجي ببساطه بسهوله. النهارده الفريق كله كان جيد جدا. انا عجبني كولر ان هو ما عملش تغيير في شكل الفريق. ما دفعش بعناصر جديده كان ممكن
النهارده يدفع بداري يقول ان انا ادي له فرصه. نعم. النهارده عشان قلوب الدفاع بتوعي. نعم. مجهدين، لكن هو يعني ذكي خبره. في مثل هذه المباريات لابد من ثبات التشكيل طالما انه ما فيش اصابه مؤثره. نعم. وانا عارف ان في اصابات في الفريق. نعم. لكن. نعم. اصابات محتمله يقدر يلعبوا بيها. نعم. فكانوا رجاله ونجحوا ان هم. نعم. يستحملوا المباراه والضغط الجماهير. نعم. الكبير.